في بادرة لمجابهة الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كورونا، عملت السفارة الأمريكية على تقديم معدات للوقاية الشخصية في شكل هبة لوزارة الصحة. هي صناديق احتوت على معدات للوقاية الشخصية الضرورية من فيروس كورونا المستجد، من بينها آلاف البدلات الواقية ونظارات وأغطية للأحذية ومواد للتطهير. هذه المعدات تحصلت عليها وزارة الصحة من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وستتوجه إلى دعم عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية. تلقي الدفعة الأخيرة من المساعدة العينية اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس لمجابهة وباء الكورونا. المساعدة هذه تقدر جملياً حوالي ب 37 مليون دولار، وحالياً آخر دفعة ستسلم إلى المستشفيات رمادة وبنجردان. واعتبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في تونس أن الهبة الأمريكية تترجم التعاون التونسي الأمريكي في مجابهة الأزمة الصحية التي خلفها الفيروس ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية. جائحة كوفيد 19 أثرت علينا جميعا، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو في تونس، ولكن بعد سنة من العمل المشترك أود أن أذكر بأن العلاقة والشراكة بين بلدينا أقوى مما كانت عليه في السابق. برامج الدعم الأمريكية لتونس برامج متنوعة تتنوع بين برامج تبادل الطلبة إلى برامج مثل هذه، وهذه مساعدات كانت قد قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية، وفي المستقبل تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على توفير المزيد من المساعدات في شكل غرف عزل ذات ضغط سلبي ستمكن هيكل الصحة التونسية من القيام بالتحاليل والفحوصات بشكل أدق. وللتذكير فإن هذه الدفعة من معدات الوقاية الشخصية الضرورية قد سبقتها دفعات أخرى انتفعت بها المستشفيات الجهوية والمحلية بكل من الكاف وطبرقة والقيروان.